السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بلوك ديال المخازنية. هذا البلوك هيبة ملكية من محمد الخامس اللي غنقولوا ليها. يعني سكننا فيها من 54 والمخازنية اللي ساكنين هنايا وبقاو المخازنية ساكنين وهذا الشيء اللي كاين والحالة ديالنا راها ماشي عندنا كريان ولا شي حاجة، راه عندنا بلوك يعني بالبنية التحتية ديالو في 54 وراه في المحافظة، يعني ماشي شي حاجة عشوائية ولا شي حاجة. ودابا تنطلبوا حنا راه ناس خدمنا مع الدولة وتشوف الدولة بعين الاعتبار ان ناس ماشي ديال التكرفيس، حنا ماشي ديال شي حاجة، حنا ناس وكبرنا في السن والحمد لله راه ضحينا وباقي غنضحيو وتنضحيو، وحنا شعارنا الله الوطن الملك. وهذا البلوك هذا ولدي راه عنده 71 سنه، راه ما هائل السقوط، ما فيه حتى شي حاجه، غير بغاته الدوله هي الاولى، ولكن ماشي بهذه الطريقه، يعني يعوضنا سكان اللي لايق بنا، وحنا راه عندنا يلاه المرتب ديالنا يلاه فيه المخير فينا. انا زعما شويه راه تنشد 30,000 ريال ديال التقاعد، باقي تنخدم باش نكمل القوت ديالي الشهري. فهمتي منين غادي نجيب انا هاد 10,000 ريال او 10 المليون؟ ما عنديش منين نجيبها. حتى الناس جاو علموكم هاد الناس باش لا سيدي ما جاو شي ناس بسميه الوالي، قال لك سيدي بين الصباح والعشيه راه عندكم بارتمات غادي تمشيو تشوفوهم جهه الولفه، بارتمات يعني مبنيين شحال هادي فيهم ما فيهم لا شمس لا حتى شي حاجه، يعني ما سكن اقتصادي غير لائق بالانسان. اه كاين من الرحمال يعني باقيين الجدرميه، عند الجدرميه من الحضاري للقراوي من كذا، يعني حنا كبرنا هنا وهذا عمرنا كل هذا وزنا في الدار البيضاء وما عندناش فين ندير دجاجه بالكم في المغرب الا هذا السكن اللي تنتوفروا عليه. خدمنا في الصحراء، خدمنا في الداخل، خدمنا شمتي 24 على 24، يعني حنا اللهم انا هذا منكر، وحنا تنستغتو بالله عز وجل قبل كل شيء ثم بسيدنا يتولى الامر ديالنا، وحنا راه مقادين على صداع ما فينا ما يتغاوت. مزداد في هذا الحي هذا في الاخير اواخر ديال الخمسينات، وهذا الحي هذا جاهز بالماء والضوء وبالواد الحار. عندنا كما كتشوفوا ها هو هلا تشوف فينا احنا قحده الميكرو، احنا غادي نصوروا منه هذا الضوء اللي كاستري من الخمسينات، من الاوائل ديال الخمسينات، من الاوائل ديال الخمسينات، يعني هذا حي جاهز وجينا ليه عن طريق بامر ملكي من محمد الخامس رحمه الله بعد ما سالت الحرب العالميه الثانيه، وجاو والدينا وجدودنا اللي كانوا شاركوا في هذيك الحرب وعطاوهم هذا السكن هذا، خرجوهم من الدور ديالهم، ماشي زعما تبادلوا معاهم، يعني كانوا السكن ديالهم اللي خارج مثلا كل واحد في الحي المحمدي واحد هنا، قالوا لهم اجيو تاخذوا هذا السكن وخويو هذاك المساكين ديالكم اللي هي تما باش الا بغيناكم كنلقاوكم مجموعين، سمعتيني. وحنا هذاك الشيء ابا عن جد، حنا تطوعنا من موراهم، وواحد الوقت في 73 كان اول فوج ديال القوات المساعده اللي غادي يخرج في المملكه المغربيه، وجاو شي ناس بغاو يخوونا، ولكن الناس مشات عند الحسن الثاني رحمه الله وعطى الامر ديالو. من ذاك العهد الى يومنا هذا حنا ساكنين، يعني ساكنين سكن لائق كما كتعرف، وهذا راه اثار هذا الحي هذا راه من الربعينات، الربعينات راه كانت المملكه كلها هي خاويه، ولحد الساعه حنا ما كنطالبوا بوالو، كنطالبوا بالحقوق ديالنا. عندنا الماكن ديال الموضوع، الماكن ديال الموضوع في الاسم ديالنا، في اسمنا، جميع الحقوق كانت تتبعوا بها هذا السكن ديالنا. واليوم كنطالبوا اما اعاده الهيكله او يعطيونا سكن لائق، ما يعطيونا السكن اللي هو اجتماعي وطالبونا ب 10 المليون، حنا كي بحال حنا كنا متشردين، راه ناس كثار هي، ناس كثيره هي كانت كتسكن سكن وداروا معاهم المزيان، وحنا هذا راه ملكنا، هذا ملكنا، هذا استعمار خفي، هذا استعمار خفي بأي وجه غتجي انت. وهاد المشاكل اللي تيديروا ديال الجو الريب وحق دار خاويه هادي غير فعل فاعل،
باش الناس يخلقوا مشاكل للناس وباش ولكن هذا الشيء حنا كاع ما تيهمنا، حنا صحاب قرطاس، حنا ما عندناش باش ندافعوا على راسنا لا ماديا ولا معنويا. سمعتيني، كون كان عندنا غير السلاح المادي ما نرضوش بشي واحد يوقف قدامنا ويدير لنا بحال القروده ويبقى كيتعامل معنا بهذه المعامله هذه، وما عندناش حتى السلاح باش ندافعوا على راسنا، لانه هادو ديورنا وجدودنا والدينا خلاو لنا حكمه. قال لك الراجل كيدافع على ولا كيموت على بلاده ولا على ولاده، حنا كنموتوا على بلادنا ولكن ولادنا ما نموتوش عليهم، علاش؟ في كاين المشكل؟ حنا سكننا الاخر فينا، انا عندي 67 سنه هنايا، فاش ضريت انا هاد الناس؟ فاش ضريناهم؟ فاش؟ حنا اليوم كنطالبوا غير بحقنا. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.